المشروع الثاني يتعلق بمنظومة إصلاحية للنظام البيومتري الذي ينتج وسائل الحالة المدنية، جوازات وبطاقات التعريف الوطنية. وهذا الإصلاح هو إصلاح متدرج بطبيعة الحال، وهذه هي الحلقة الأولى منه. وتقوم هذه الحلقة على تمديد الفترة القانونية لبطاقة التعريف، تمديدها من 10 سنوات إلى 12 سنة. وهذا الإصلاح له العديد من الإيجابيات على مستوى مخزون الوكالة الوطنية من المواد التي تدخل في صناعة بطاقة التعريف الوطنية، وعلى تأثير تكلفة هذا المنتوج من العملة الأجنبية، وله كذلك نتائج إيجابية ستمكن من تمديد هذه البطاقات لتمكين حاملها من الإحصاء القادم بسهولة ويسر. وأعطي مثال على ذلك. حسب الإحصائيات الموجودة، أنه خلال الأشهر الخمسة القادمة من هنا إلى نهاية شهر 5 ستنتهي صلاحية أزيد من 1,200,000 بطاقة. هذه الكمية من البطاقات، المواد الأولية التي تدخل في صناعتها تكلف الدولة 4,800,000 أورو. وبالتالي هذا سيوفر مخزون الوكالة الوطنية من هذه المواد، وسيوفر هذا المبلغ لخزينة الدولة، وسيوفر كذلك هذا المبلغ من العملة الأجنبية اللي كان المواطنين سيدفعونه مقابل حصولهم على بطاقة التعريف الوطني. هذا لا يؤثر على صلاحية البطاقة وعلى جودتها، لأن نفس المواد التي تصنع منها البطاقة عندنا هي التي تصنع منها في الدول الغربية، وهذه الدول صلاحية البطاقة فيها تمتد إلى 15 سنة. نحن اخترنا أن تكون 12 سنة. وحسب تقييم اللي قيم به على مستوى الوكالة، أن أغلب البطاقات ما زالت حالتها جيدة، والمواد المصنوعة منها قابلة للمقاومة للحريق وللبلل وللمناخ إلى غير ذلك. وبالتالي هذا الإصلاح هو الحلقة الأولى من إصلاح كما قلت متدرج ستقوم به الوكالة في نظام البيومتري الموجود عندها.